así, de pata. Ça c'est bien. Je mets deux pattes de Vicky qui derrière le drari. الحمار يا ودا فوالا. قبل ما نبداو ما تنساوش تفرقوا لي الفيديو بلي كومونتير مزيان، عجبني التفاعل ديالكم وحق الله. فرقوا لي الفيديو مزيان بلي كومونتير، فرقوه بلي كومونتير مزيان. ما تنساوش اللايك، ما تنساوش البارطاج، واهم حاجه شي كومونتير زوين. المهم ما تنساوش تفاعلوا معنا مزيان. يلا نبداو اخوش. السلام عليكم دراري، معكم سيمو في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا على ما بان لي في الطلبه ديالكم في الكومونتير كان طالب كثير بزاف شويه على الدوبات، وكاينين بزاف ديال لي زوردر ايه فيكرز ايه، وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي شوفوا، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي بغيتو نخدموهم وندير عليهم فيديوهات، ولكن بان لي الطلب كثير بزاف على الدوبات بغيتو نخدموها مزيان، بغيتو نبداو نخدموها. وهذا المهم الدوبات ما صعيبش بزاف، غادي نخدمها مع فيغاس. خدمتها مع فاش كان باقي صغير ما عاقلش عليها مزيان، وتا كيتمحل معاه هو دابا تقيل شي شويه، هادشي بيوقف كيزق طيح على دارو، فهمتوني الدراري. فيكي لا عمرها شافت معايا فيكي، راه كنحط واحد الفيديو ديالها شحال هذا. فيكي عارفه دوبات، غادي نخدموها معاها وتشوفوا كيفاش كتخدمها، وتشوفوا كيفاش غادي نخدموها مع الكلاب الصغار، وكيفاش تقدروا تخدموها مع الكلابات مع الكلاب الكبار، وتشوفوا كيفاش تقدروا تخدموها حتى مع الكلابات الصغار. ياك فيكي، يلا فيكي فيكي اش 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 فيكي يلا اش دوبات علي دوبات سي بيان. ما خصهاش تقيسني هي، وين نديرها نخدموها دوبات دوبات ساسي بيا. فوالا شتو معايا كيفاش كتخدمها. باش كنخدمو ديما كنخدمو بالحلوى ديال الطه، هي مساند الرسمي. فيك راه كلبة خلوية هايدي، وشوفي في الناس هايدي دوبات سي بيان. شتو معايا ديال الدوبات ديال فيكي كيفاش خدمها مزيان تقريبا بإتقان. شحال هذا ما خدمتش معاها، باقي تنسى لي زوردر. دابا ندوزو نخدموها مع فيغاس وتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نخدموها مع با فيغاس. نمشيو نربطو فيكي هنا فيكي. دابا مشيت ربطتها هنا، دابا غادي نخدموها مع فيغاس. بالنسبه للكلبات الصغار كيفاش غادي نخدمو معاهم الدوبات، غادي تجي تعطي لك الكليب ديالك كتقول لي اسي، ملي يدير اسي تشد المكافاه، المكافاه بهذه الطريقه هذه، هادشي دابا الطريقه تكون هي هنا باش الفم ديال الكلب كيجي كيدخل هنا هيك، فهمتوني الدراري. المهم كتشدها بحال هذا الشكل وكتحطها هنا هيك، والكلب تيبقى تيحس فيها، وانت كتطلعو بشويه بشويه وغادي كتشدها. المهم كتشد المكافاه بهذا الشكل هذا، الكلب تيكون تيحط فيها هنا وكتهز شويه بيديك، تيكيتهز في الاول تيبدا كيكالي بيدي مع يديك هانيه ماشي مشكل ما عندي، غادي كتطور في الخدمه حتى ما كيبقاش يشد. الا لقيت شي كلبه صغيره غادي نخدمها معها. دابا غادي نخدموها مع فيغاس، مع الكلاب الكبار تشوفوا معايا كيفاش غادي نخدموها مع الكلب الا كان كبير. وهذا فهمتوني الا لقيت كتكون قاسحه شويه باش نخدمها مع الكلب الا كان كبير، غنخدموها مع فيغاس وتشوفوا كيفاش. اجي فيغاس كتدخل لك البوستر جليك وتقول لي اسي وتطلع هكا دبا فوالا. فهمتيني كيفاش كدير لي اونتر بي، تي كيدخل وسط رجليك وتحاول انت مكاليه برجليك هنا كاين يوقف هو انت مكاليه، غادي كطور حتى كتبدا تحيد. انا نعطيكم دابا الطريقه، ما بغيتش نخدم معاه الدبا، انا ما بغيتش نخدمها معاه وصافي. لا لا حيد نمشي قريب من الكاميرا، ما بغيتش نخدمها معاه وصافي. غادي تدخلو بين رجليك وتشد لي المكافاه بهذا الشكل وتطلع، فهمتيني تشد المكافاه بهذا الشكل هكا وتطلع. هو غادي يوقف تحاول تكاليه، ما تخليهش يوقف، ما تخليهش يهبط، وحاول تكاليه ما تخليهش يطيح لعندك الله، فهمتي كيفاش. وانت غادي كطور حتى كيعتمد على لي اونش ديالو، على هاد الجناب ديالو يقصاحو مزيان عاد باش دير، عاد باش تحاز عليه انت هيك. المهم غادي كطور، شوفو نعاودو نخدمو معاه فيغاس. علي انتبهي سي بيان على السي دوبات فوالا. شو كيفاش الدراري هي دابا خدمه معايا مقدا الحماري، او دابا خدمه معايا مقدا نعاودوها معاه. اش فيغاس فيغاس علي اش علي 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 انتبهي عسي على هاد الشكل دوبات سي بيان. عاود فوالا، وحاول ملي يكون طالع هو كي تكالي شويه بيدك باش تحاول باش تعاونو باش توصل ليه الفكره، فهمتيني الدراري. وثاني حاجه هنا نركز عليها، لا مع الكلاب الصغار لا مع الكلاب الكبار، تحاول تكون الجلسه تكون مقاده، فهمتوني الدراري.
الجسام يكون جالس الكلب تكون الجسام قاعد تابع باش يطلع مي وحلمة تلعب صافي. نعاودو معاه الشدة ديالك المكافأة بهذا الشكل كيف قلت لكم هكا باش الفم ديال الكلب يكون هنا في هذا الشكل. فيغاس علي اونتري بي اجينا ايه اونتري بي اسي دو بات لا دو بات فوالا. نعاودها مع قريبه الكاميرا فيغاس علي اونتري بي اسي دو بات جوج رجلي فوالا. شمع يا الدراري كيفاش راه بسيطه ما قاصحاش بزاف ما عليك الا المداومه وان شاء الله غادي يشد لك الكلب ديالك مزيان. نعاودو معاه عاوتاني يقص بس على الكبير ها نتوما الدراري ها تقول له اسي دوبات حاولوا الجزء تكون قد البرا معوج هو الجزء على دوبات ولا واخا تيدير بالديب بحال هكا على يديك انت باش يبقى واقف ماشي مشكل في الديبار ماشي مشكل. انت غادي كطور كتحاول تحيد عليه ديك اليد ويبقى واقف بلا ما يشد الديب ما تلعب فهمتوني الدراري. المهم هادشي اللي كاين في الفيديو ما تنساوش يعجبكم ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم ما تبخلوش علينا اعجاباش فرقوا لي الفيديو بزاف بلي كومونتير. المهم راكم عارفين بلا ما نحتاج نقول لكم هذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو تهلاو اخويا.